داير بين عقلك وجنونك دسيني للا في شونك دسيني للا في شونك وانا شي مذوقني المرة غير البعض من ماليك انا حر وانت حرة وهم يبيعوا فيا وفيك هم يبيعوا فيا وفيك وانا شي مذوقني المرة هم يبيعوا فيا وفيك هم يبيعوا فيا وفيك سرقوا الزيت وسرقوا الجرة وسرقوا الوردة على خديك سرقوا الزيت وسرقوا الجرة سرقوا الوردة مساء النور مساء الفل لكل مشاهدي قناة حلنا بعد كل موعد جديد من برنامج سويعة سبور وعودة على أبرز تحذيرات المنتخب التونسي قبل 3 أيام من مواجهة بوركينا فاسو يوم السبت القادم انطلاقا من 8 مساء إن شاء الله تتواصل أفراح المنتخب التونسي كلنا تونس كلنا وراء المنتخب من أجل تحقيق أحلام هالشعب التونسي اللي يستنى في تتويج ولقب إفريقي آخر ينضاف إلى رصيد المنتخب الوطني التونسي وهذا مش عزيز على ملاعبيتنا وموهوش عزيز على الشعب التونسي قادرين برجالنا قادرين بإطارنا الفني أنه نمشيو بعيد في هالكأس الإفريقية باش نحكيو برشا كورة في بلاتو اليوم والأكيد مع مبعوثينا في قروة وكذلك في دولة نحكي على شاكر الكنزالي وكذلك هيثم الراجدي كل الأخبار وكل الحصريات الخاصة بالمنتخب التونسي والخاصة كذلك في تصريحات مع بعد ما بعد مباراة المنتخب المصري والإيفواري اللي تأهل اليوم إلى الدور القادم بضربات الجزاء 5-4 ثالث المنتخبات العربية موجود في ربع نهائي الكأس الإفريقية مبروك لمصر مبروك للمغرب ومبروك للمنتخب التونسي وشان نلقاهم إلى الأمام لأنه ربع نهائي باش يكون مغاربي مغرب مصر نقولوا الغلبة للأشطر ولكن خلي المساروة فرحانين وشيخين شيخونا كرة اليوم فمبروك للمنتخب المصري كالعادة سعيد جدا بالتواصل وبتواجد القلب الحار نتاع البلاتو نتاعنا سي رضا البراوي أهلا وسهلا هلا خالد أنت قلبي وعزيزي ربي خليك وأنت عناية يا سي رضا أيقونة الإعلام التونسي عايدة أيقونة أهلا وسهلا أهلا بيك شو أحوالك خالد الحمد لله خلنا نعمل كيما بوتريكا حكاية نعمل كيما بوتريكا باش نرجعوا له الفازة على مصر اللي ترشح يستحق والأمانة يستحق وفرحونا اليوم فبرافو المنتخب المصري الحكمة والرسالة في التحليل الفني لو باترون يوسف الزواوي يوسف أهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا بكل اخويا سي رضا مرحبا بك مرحبا اخوي يوسف مرحبا بك وين ليه يوسف أنت ربي يكرمنا ربي يكرمنا إن شاء الله يكمل أكيد يكرمنا أكيد جدا لعبنا الدولي السابق المميز على الدوام والمحلل الفني الشاب والناعم في بعض الأحيان خليني أقول النوس أهلا وسهلا أهلا خلودة الشاب صعيب شوي كبرنا في الحقيقة إيه صغير بارك الله ترانكوش لحية شابة خاطر إيه شوي أنا جوست غطية راه حتى لحية شابة ترى كا ورجوع الرب أنتو كا أنا فرحان برشا ديما أكون سعيد وقت اللي يكون سي رضا عايدودة سيرتو من جمعيتي نحبها برشا وكما تقول أنت المميز وال بالنسبة لي أنا سي يوسف ليدور بالنسبة لنا في كل شيء فرحان إن شاء الله حصة طيبة وإن شاء الله السيد المشاهدين يستمتعوا بمادة به إن شاء الله أكيد جدا لمحة صغيرة سي رضا على منتخب مصر والكوديفوار اليوم مباراة كبيرة 120 دقيقة لعب ضربات الجزاء يتسم الحظ للأشقاء في مصر فألف مبروك للمنتخب المصري الشقيق نقولوا ألف مبروك للشعب المصري والمنتخب المصري ويستاهلوا كل خير مبروك البودريكا أنا سبيسيال مبروك لي هو لأنه هو فرحنا زاد الكل إذا نقول إن شاء الله أنا شفت المباراة والله يا خالد ما عندك علاش تحلفني في موزايك النص ساعة الأولى حيدر سألني قلت له بشتوف هذه ماتشين وماتشين برولونغاسيون وماشيين ضربات الجزاء. انظرك قلت عنا الشيخ في البلاتون انا شفت لك. لا تعرفش علاش تيزينا بلا شيخ بلا رؤية تيزي عاد. المرة الثانية يا رضا. صحيح. ها؟ ليه قالي المرة اللي فاتت في البطولة العربية تونس 4-5 موريتانيا وصدق في كلامه. معناتها تحس باللي دوز ايكيب خويا يوسف ما يستاهلوش باش يخسروا لا هذه لا هذه. دي تيكو تاك. ودخلوا في البرولونغاسيون وانا نقول عجب كان تخسر مصر ما تستاهلش باش تخسر حرام باش تخسر الكوت ديفوار حرام
لكن شوف حتى اللي بينالتي قراب برشا لبعضهم ما ثماش برشا تضيع بينالتيات 5-4 يعني ضيعوا بينالتي واحدة الكوت ديفوار. ونقولوا مرة أخرى ألف مبروك للمصريين. مبروك المنتخب مصر. عايدة في كلمة على المنتخب أنا المصري. أنا شفت اليوم أحسن مباراة من اللي بدأت الكان حسب تقديري من جانب الفريقين، خد بعد ساعات تقى فريق يبلي البلال حسن وقدامه فريق معناه يكون أضعف. اليوم شفت مباراة براتيكمون إيكيليبري. في أوقات في بداية المباراة المنتخب الإيفواري سيطر شوية، بعد مصر بعد 20 مينوت خذيت عليه. شفنا كل شيء في المباراة هذه، شفنا 3 حراس مرمى من طراز عالمي معناها فريمون دي سوفتاج. ما نجموش نقولوا لي زاتاكون فلتوا في بعض الأحيان، خاطر في بعض الأحيان فما دو موفيز ديسيزيون داتاكون صارت اليوم من جانب المصري، خاصة اللي ما يخدلكش القرار المناسب كيفاش باش يشوت الكرة، خاطر لا ديسيزيون فينال هي زادة معناها مهمة جدا في الكونكريتيزاسيون تاع الفرص. اليوم فما حالات اللي صاروا فيها اون موفيز ديسيزيون معناها شوطة غالطة، ولا ما فما حالات اللي تألق الحارس، نجم نقولوا كان تألق الحارس دان كوتي كوم دو لوتر. لي تروا اللي لعبوا بما انه الشناوي اللي نتمناو له ان شاء الله الشفاء العاجل خرج في وسط المباراة، شفنا ان جران صلاح اللي عمل كل شيء في المباراة وكمل معنا لابوتيوز انه ماركا هو البينالتي، برغم برشا ناس تقول لك شو عمل اليوم صلاح. ليه انا شفته اللي عمل كل شيء في المباراة، عمل على الكوتي دغوا سورتو في البريمير ميتون وفي الدوزيام ميتون قبل ما يخرج المرموش، معناها عمل حاجات اكسبسيونيل في الدريبل، في الفاسافاس مع لي ديفونسور نتاع الكوت ديفوار، في لي باس ديسيزيف، عمل ما لا يقل على 4 أو 5 اسيست اللي هما كانوا ينجموا يكونوا حاسمين كان جسموا باهداف. نعاودوا نرجعوا للي غارديان اللي تالقوا برشا اليوم، شفنا معناها اون ترانزيسيون من الديفونس للميليو تيران للاتاك، معناها فريمون حاجه فريمون شيخنا بالحق، معناها نقصونا كان الاهداف، تحمسنا برشا مع المباراه كما قال سيريدا، معناها تغيظك انه واحده من الفرق هذوما الزوز يخرجوا افيك توت لي كاليتي نتاع الجوارات اللي عندهم، افيك الكوره اللي وراوها لنا اليوم. مالوريزمون هذاك هو لي ماتش اليمناسيون ديريكت، لازم فريق من الفرق ولا منتخب من المنتخبات باش يخرج. اليوم تحكمت على الكوت ديفوار دو كيتي لا كومبيتيسيون، ماسوفين عليها احنا بيان سور، لكن بيان سور احنا ديما دو كوتي نتاع العروبه والعرب وفرحنا للمنتخب المصري ومبروك للشعب المصري ومبروك اللي فما 3 منتخبات عربية في ربع النهائي، مصر والمغرب وتونس، وخسارة انه باش نفقدوا منتخب عربي اخر في الكارد فينال مش باش يمشي لانه واحد منهم باش يترشح فرصة ما. حلوة لاسيس نمشي لسي يوسف. مباراة مصر اليوم كانت مباراة جميلة ضد المنتخب الايفواري كما قالت عايدة، في ربع النهائي مش نلقاو ديربي مغاربي المغرب مصر، مباراة مش تكون كبيرة كذلك. وتشوف ديما هكاك في التظاهرات هذه نتاع الكوب دافريك، ديما المرحله الاولى المرحله الثانيه تتغير، الامور تتغير، معناها النيفو يطلع والريتم كيف يطلع. ونشوفوا احنا كما شفنا توا المرحله الاولى مصر ما كانتش بالوجه اللي صحيح ظهرت فيه اليوم، ولقات انتقادات كبيره من الاعلام المصري للامانه، لان حقيقه الفريق المصري اللي هو فريق بطولات، فريق اللي لعب الادوار الاولى بطبيعه الحال باش يكونوا مش راضيين على المردود نتاع الفريق نتاعهم هذا اكيد. لكن اليوم وكانوا في زوز فرق، كل فريق عنده طريقه لعب. أنا الفريق نتاع الكوت ديفوار عنده طريقة، والفريق نتاع مصر الطريقة نتاعه قربت للطريقة نتاعنا احنا، هو اون رياكسيون، ما عملوش اللعب ودايور ولاو ياخذوها كمثال ريفيرونس تونس، وهي جمعة كاملة من الإعلام المصري إن شاء الله نلعبوا كيما تونس باش نزيحوا الجراند ايكيب نتاع الكوت ديفوار. كي تشوف الفيزيونومي نتاع البارتي ظهر معناها في الطريقة هكا، هو رياكسيون، وكي تعمل رياكسيون هزوهم للبيلانتيات كيما حبوا، ولي دو غارديان في المقابلة اللي هو شناوي عمل مقابلة صحيح. على مستوى عالي، وإن شاء الله الإصابة متاعه تكون خفيفة لأن لاعب عنده القيمة متاعه في الفريق. إيلونغاسيون يبدو لي عنده تمزق على مصر الفخذ، إن شاء الله ما يكونش كبير. كان إيلونغاسيون بالنسبة لي يلعبون هلا حد 10 أيام جي بونس الماتش اللي جاي هذا اللي تعمل المغرب سي ديفيسيل. كمان حتى الحارس الثاني أبو جبل حتى الحارس الثاني اللي زاد كيف نحى بيلانتي، والبيلانتي كي نحاها نتاع ريفليكس
صحيح. مش معناها راتها هو نحاها. هو حتى الملاعب بتاع الكوت ديفوار استسهل الامور. معناه مش استسهل، حب ثقة مفرطة في النفس. حب يعمل حاجة في الوسط. عمل جيست اللي هو. معناه المهم اللي كونه ما نجموا نحكموا على قيمة فريق إلا ما يتحط في ظروف نتاع كونسنتراسيون وظروف نتاع المغلوب يخرج. ترى ردة الفعل. احنا تعودنا بردة الفعل، وردة الفعل هذه جات من صالح المصري، منتخب المصري، منتخب المصري، وحنا نتمناو له كل النجاح. وحنا كما كنا فرحانين باش نلقاو ثلاثة. سي يوسف صحيح، سامحني باش نسألك. وي الرياكسيون هذه تصير، نجم تصير كل ماتش توا دخلنا في بيريود ما عادش نجموا نخسروا، ما عادش نحبوا نخسروا، كل ليكيبات ما عادش نجموا نحبوا يخسروا. كل ماتش ماتش نهائي كأس. الرياكسيون اش معناتها؟ انا اللي نفهمها هو ان كنا ماناش في المستوى الماتش اللي قبله ولا خسرنا، وردة الفعل والرياكسيون نحكيو فيها في هالبريود هذه. هل ممكن تونس ولا مصر الماتش الجاي نجم تعمل رياكسيون لا ميم رياكسيون؟ لا ميم رياكسيون، خاطر كل مقابله رضا تعرفها هذه بالكدا، خروج المغلوب. لا كل مقابله عندها الظروف نتاعها. صحيح، كل مقابله عندها الظروف نتاعها. الظروف المقابله نتاع مصر اليوم مع الكوت ديفوار، وانا بيتي نتساءل كيفاش المستوى نتاع الكوت ديفوار وماهيش مشاركه في الكوب دي موند، باسكو سيت اون ايكيب فريمون معناها فريق محترم ومحترم جدا، محترم جدا معناها ملاعبيته حتى طريقه اللعب. خرجت الكاميرون، هي كان بينه وبين الكاميرون. انا جات مع الكاميرون، معناها فريق محترم على مستوى الامكانيات الفرديه وعلى اللعب الجماعي. كيف كيف حتى اللعب الجماعي زاد فريق محترم جدا. ليه عنده فرديات من طراز عالي. رده الفعل رضا تجم تكون ردة الفعل تكون في طريقة اللعب. على ما تجمش أنت تبني لعبك على امتلاك كورة، والامتلاك الكورة مش هو اللي يجيب لك النتيجة، وهذه معناها ظهرت في أكثر من مرة حتى على مستوى الشامبيونات نتاع العالم. كيف اللي نحب نقوله أنا، سامحني أنيس، سامحني اللي حبيت نقوله أنا سي يوسف، هو أنه الرياكسيون إيش معناتها؟ معنى الماتش اللي قبل ما ندخل ونلعبوا مع نيجيريا لعبنا الماتش اللي خسرناه اي كونتر الغامبي صحيح، وخاضت الدنيا اي الاعلام والنقاد والناس كل يعني ما كناش فرحانين بالاداء تاع المنتخب. سو كو جابيل انا هو انه صارت لا رياكسيون كونتر نيجيريا. اي الحين الرياكسيون تتمادى في الماتش الجاي ولا لا؟ ما علاش ما هي الرياكسيون شنو هي؟ صحيح شنو هي الرياكسيون؟ وانه كنت انا سيء باش نحاول اليوم نبين ليوسف ونبين لانيس ونبين المدام عايده وسي خالد ونقول له لا رضا البولا رجعت لا، لكن طمنت انا تو هيك الغلطه. ايوه ولو انه سي يوسف على مستوى لانه عندي معلومه تو يقول لي شهرين الاصابه نتاع الشناوي انتهت كاس افريقيا يعني مع الاسف. هل يتمادى هالعقليه وهالرياكسيون هذه تصير في كل سيرتو توا معناتها ماشيين في البوزيتيف. توجيبك سي يوسف يلزم تتمادى كلمه بركه بالله يانيس على مستوى انت ما فكش خاطر اوتوماتيكمون باش ناخذ الكلمه باش نفكر كلمه بركه على مستوى انتيليك الكوره راهو ماهمش بعيد راهو 45-55 يعني ما كانتش فوارق بعيده على مستوى لي تيغ فيغ لو بوت ماهيش مصر خير اون تيرم دو تيغ دو تيغ كادري ان ليجي ميو بالنسبه للكوت ديفوار 5 كونتر 3 معناها لي ستاتستيك راهو نتاع مصر خير من لي ستاتستيك نتاع الكوت ديفوار. جو بارل با جو بارل با ستاتستيك دون لو سونس معناها شكون شد اكثر كوره. لا خاطر قلت امتلاك الكوره. اي فما طريقه امتلاك الكوره طريقه لعب اليوم مصر كانت سوبيريور لطريقه لعب. لا ما عندهاش لا كان بلوز اورغانيزي اورغانيزي مي دون لو سونس. انيس قبل ما نمشي للشكل الكانسال سيوس فيلا انيس جيت كلمه على المنتخب المصري اليوم ترشح مش مشكله كان شيك الحاضر. لا ما نقبل الموضوع بعد نحكي على المنتخب التونسي. ان توكا نحب نقول كلمه على المنتخب المصري ونهنيوه ساعه قبل كل شيء. فنيا كان افضل على المستوى التكتيكي، منتخب كان متميز برشا، عرف كيفاش يواجه منتخب زاد ايفواري عنده كل الامكانيات انه فريق رهيب وكان رقم صعب في البطوله هذه. نحب نرجع لسيريدا على المستوى صعب اللي لاعب دي كومبيتيسيون ويعرف شنو معناتها التحضير المستوى الذهني وعلى المستوى البدني اللي فور اللي عمله المنتخب التونسي ماتش نيجيريا. نجموا اذا ما نعملوش مجهود دوبل ونضحيو اكثر نجموا ناكلوا العصا ماتش البوركينا فاسو. خاطر جينيرال سمحني يعني خاطر جينيرالمون لا بون رياكسيون
ردة الفعل الإيجابية بعد هزيمة تجيب بعد ما هنا مش لازم تكون هزيمة هنا ممكن مستوى فني سيء توفلت علي أنيس أنا فهمك وفهمني أنيس نمشي مباشرة نتشكر الكنزالي في قرباء مراسل قناة حنبال شاكر أهلا وسهلا مرحبا بك خالد مرحبا بالضيوف الكل ومرحبا بكل المشاهدين متاعنا في قناة حنبال أكيد خالد كما كنت تحكي متواجدين ومازلنا موجودين مع المنتخب الوطني التونسي في مدينة قرواء الكاميرونية خالد أكيد بعض الصعوبات على مستوى الانترنت لهنا ما أنت تعرف مليح حتى في الملعب الكونيكسيون في بعض الأحيان تطيح مع أنت قلنا هنا مشينا من ليمبي يمكن تتحسن الظروف لكن المستوى على مستوى الانترنت ديما المشكل الموجود وقائم الذات لهنا في الكاميرون للاسف خالد فقط بعض المعطيات وبعض المعلومات الهامه على المنتخب الوطني التونسي قبل ما نعطيك الكلمه المنتخب الوطني التونسي خالد كما تعرفوا الناس الكل اليوم تدرب السبعه نتاع العشيه الحصه التدريبيه نتاعو الثانيه لهنا المنتخب الوطني التونسي درب ب 23 ملاعبي اليوم تقريبا بدا الفيرتيف يرجع بشويه بشويه تعرفوا مليح الحصه التدريبيه كانت مبرمجه السته لكن بعد تاكد ثبوت يعني خلو الملاعبيه الاربعه اللي هما غيلان الشعلاني اللي هما توزجار اللي هما علي معلول واللي هما ايمن دحمان من الكورونا وصلوا اليوم من دولا الى مدينه قروى لهنا هذاك علاش تم تاخير الحصه التدريبيه من 6 ولا 7 نتاع العشيه ايضا اللي حبيت نقوله خالد في في المداخله هذه انه منذر الكبير المدرب نتاع المنتخب الوطني التونسي مازال موجود في مدينه دولا اكيد معاه زوز ملاعبيه من المنتخب وايضا طبيب المنتخب مازال موجود في مدينه دولا البقيه موجودين لهنا كلهم تقريبا موجودين في مدينه قروى لكن المعلومه ايضا الثابته والاكيده انه الملاعبيه اللي تم يعني ثبوت الاصابه نتاعهم بالفيروس نتاع كورونا ولا خلينا نقول الى حين التثبت النهائي من الاصابه نتاعهم نحكيو على العيدوني نحكيو على علي العابدي ونحكيو هذم الملاعبيه زوز موجودين في نزل وحدهم معناتها ما همش معاهم ايضا منتصر الطالبي معناتها ثلاثه ملاعبيه موجودين في قروى لكن في نزل وحدهم بعاد كل البعد عن المنتخب الوطني التونسي مش بعاد برشا بطبيعه على مقر اقامه المنتخب لكن في نزل موجودين وحدهم معاهم طباخ المنتخب اللي هو زاد عنده الكورونا دونك ثلاثه تقريبا يعني كاجراء احترازي حابوا يحطوهم بعاد حتى لا تصير العدوى مع الملاعبيه الموجودين في الـ في الـ في النزل نتاع الرسمي نتاع المنتخب التونسي كل شيء قاعد يوصلهم تقريبا يعني حتى يعني الماكولات نتاعهم قاعده توصلهم في الوقت وعنايه كبيره إيه قاعدين يتدربوا يا شاكر في نزل الاقامه نتاعهم ولا لا خالد يتدربوا مش في نزل الاقامه يمكن الاجراء الجديد اللي ماشي فيه الاطار الفني للمنتخب قاعدين بعد ما ينهي المنتخب التونسي معناتها 23 لاعبي اللي كانوا موجودين في ملعب التدريبات اليوم بعد ما ينهيوا الحصه التدريبيه نتاعهم يجيوا ثلاثه الملاعبيه اللي حكيت عليهم اللي هم منصر الطالبي وعلي العابدي وعيسى العيدوني يجيوا معاهم المعد البدني ويتدربوا في الملعب ويعملوا اكيد تقريبا نفس الحصص نتاع الملاعبيه الاخرين فقط اكيد ثلاثه هما اللي ركزوا على المستوى خاصه العمل على المستوى البدني بالتنسيق بطبيعه مع مدرب الاول للمنتخب اللي موجود في دولا والمدرب المساعد جلال القادري اللي موجود لهنا في مدينة قروى مع الإطار الفني وبقية اللاعبين كما كنت نحكي خالد تقريبا يعني هذه بعض الإجراءات الأخيرة اللي قاعدة تصير من أجل تفادي كل الإشكاليات اللي قاعدة تصير على مستوى العدوى وانتقال العدوى في مدينة في 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 حديقة المنتخب التونسي واحنا نحكيه على الكوفيد خالد وعلى الكورونا أيضا المنتخب البوركيني اللي باش نلعبوا ضد المباراة نتاعنا نهار السبت 8 نتاع الليل أيضا فما أخبار على إصابة بعض من العناصر نتاعهم فما تأكيدات فما حديث عن ممكن يلعب رقم 10 اللي يعمل في برشا مشاكل للمنتخبات المنافسة إلى حد الآن ما فماش يحيط نفسه بأكثر ربما معناتها أخبار تكون بعيدة على الإعلام لكن البارح حبينا نمشيو ونصوروا مع المنتخب البوركيني هو مازال يوصل المنتخب البوركيني لقروى يعني وصل بعد المنتخب الوطني التونسي موجود في نزل أيضا وحده لكن يعني ما كانش مسموح لنا الدخول والتصوير في النزل نعرف البروتوكول
نتاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم. ان شاء الله غدوة باش نكونوا موجودين في الحصة التدريبية الخاصة بالمنتخب البوركيني. المنتخب التونسي اليوم كما قلت خالد تمكنا من اخر زوز حوارات لانه كنا موجودين في الحصة التدريبية اللي حضروا فيها 23 ملاعبي تقريبا، المسؤولين تاع الجامعة الكل كانوا حاضرين، ايضا الاطار الفني اللي موجود وايضا الاطار الطبي الموجود كانوا حاضرين في الملعب المقابله، واخذين زوز اكيد بعض الحوارات مع غيلان شعلالي اللي رجع من الاصابه اليوم. هو التقرير نعديوها من بعد، شاكر ان شاء الله نتاع تدريبات المنتخب. عايده عرب تحب تتفاعل معاك في المباشره، تفضل عايده. مساء الخير شاكر. تفضل، مرحبا عايده. اهلا. صافا لاباس؟ معانا شاكر ولا؟ يبدو لي نوعية الانترنت انقطع الخط، توا نحاولوا نتصلوا بشكل ليه. على كل يسمع فينا شاكر، تفضل شاكر. تسمع فيا؟ تفضل عايده. شاكر تسمع فيا؟ تسمع فيك عايده. باش نسالك سؤال شخصي وسؤال صحي. السؤال الاول، تفهمت انت وخالد على المريول الاحمر قبل الاميسيون ولا كيفاه؟ والله يا سؤال هذا ساعه ما ريتش خالد لابس انا جيت نبدل ما لقيت شوط في الحقيقه وجيت بالزهر، دونك هذا سؤال معناتها كان في بالي نولي نسق انا وخالد. عايده اش لابس انت؟ مش شوفيت الحقيقه ما حطينا عندي شويه احمر كيف كيف متفاهم انا وخالد معاك. قلت بالك شو هو قال لك انا متفاهم انا وياه انت وليت. لا 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 ما تفهمناش عايده، ما تفهمناش. يا باهي مواتيك ان توكا الاحمر. السؤال الثاني، اليوم خرجت برشا معناها خبر بون، خبر بين ظفرين، تنجم تكون اشاعه على منتصر الطالبي اللي هو تيستي بوزيتيف، صحيحه الانفورماسيون ولا لا؟ ما سمعتش مليح سؤال عايده. تناقلوا مواقع التواصل الاجتماعي انه منتصر الطالبي ايتي تيستي بوزيتيف معناها اليوم، صحيحه صحيح الخبر؟ هو عايده الحقيقه ما خرج حتى خبر رسمي من الجامعه التونسيه لكره القدم، ولكن المعلومه الاكيده والثابته انه منتصر الطالبي موجود في نزل وحده، هو وعيسى العيدوني وعلي العابدي، ثلاثه الملاعبيه هذو موجودين في نزل وحدهم، مقيمين في نزل وحدهم لهنا في مدينه جروا. معناتها الاكيد انه فما تيست تعمل، او نعطيك المعلومه صحيحه، هو عملوا تيست الاولاني طلع نيجاتيف، ومن بعد عملوا تيست رابيد هذا مع التيست اللي يعملوا فيهم كل يوم طلع بوزيتيف، دونك كاجراء احترازي في انتظار انه يصير التيست اللي هو مع المختبر مع اللابوراتوار اللي كونفونسيوني مع الاتحاد الافريقي، في انتظار انه تكون المعلومه ثابته واكيده، حبوا يحطوا ربما ياخذوا اجراء احترازي ويبعدوا منتصر الطالبي على المنتخب الوطني التونسي وعلى المجموعه الكبيره نتاع المنتخب الوطني التونسي، في انتظار انه يعرفوا معناتها حقيقه بالضبط الفيروس موجود في بدن منتصر الطالبي ولا تقريبا. هذه المعلومه ثابته والاكيده عايده. بالنسبه للاخبار الرسميه معناتها ما خرجش بلاغ من الجامعه يقولوا فيه راهو مثلا منتصر يعني ما عندوش الكورونا والا عنده. في الانتظار بطبيعه احنا هذه هي المعلومات والمعطيات، وقلت ربما الحاجه اللي تخلينا نمشيه اكثر في انه منتصر ينجم يكون عنده اصابه بالفيروس هو انه موجود في نزل وحده في بيت وحده هو وزوز ملاعبيه اخرين ومعاهم طباخ المنتخب، حتى نعطيه الصوره تكون واضحه ومعناتها الصوره تكون كامله. احنا نقولوا ان شاء الله يكونوا لاباس ويخلطوا يوم السبت القادم ضد المنتخب البوركيني، ولكن اهم حاجه قلتها في المداخله نتاعك شاكر انه اليوم اصبحنا ندربوا ب 23 لاعب، يعني الاختيارات اصبحت موجوده للاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. حكينا شويه على الامبيونس غادي والاجواء نتاع المنتخب واجواء حصه التمارين اليوم. والله يا خالد الحقيقه معناتها احنا نحضروا تقريبا في كل الحصص التدريبيه الاجواء عاديه خالد، الاجواء فيها برشا تركيز، معناتها تحس اللي الكونسنتراسيون معناتها في الملاعبيه بدات تكبر، المقابله عاطينها الملاعبيه قيمتها، يحكيوا على منتخب بوركينا حتى في الحوارات الجانبيه نتاعنا وقت نحكيو مع الملاعبيه هما داخلين للميدان ولا حاجه قولوا لهم معناتها بوركينا فاسو، قول لنا راهو معناتها باش تكون اصعب من مباراه نيجيريا، وهذه حاجه باهيه وباهيه برشا. كما قلت خالد معناتها الملاعبيه يعرفوا مليح انهم هما مقابله بمقابله مقابله نعملوا ماتش باهي ونعطيو روندمون ونربحوا، ومقابله اللي بعدها نجموا نلقاو رواحنا نتعداو الكوتي، دونك هما زاد واعين بالنقطه هذه والناس كلها مركزه وتعرف مليح انه منتخب بوركينا فاسو اكيد عندنا معاه حتى على مستوى الماضي اللي مش بعيد برشا، معناتها اكيد منتخب محترم فاز علينا
في بعض المناسبات، صحيح فزنا عليه في مناسبات اخرى، ولكن منتخب بوركينا فاسو اكيد خال تقريبا وقت اللي نتابعوا كل المقابلات تقريبا نتاع دور ثم النهائي، المستوى متقارب برشا، معناتها فماش فوارق بين كل المنتخبات، تلقى المنتخبات اللي مترشحه للانكاردو فينال يا رابحه 1-0 يا 2-1 يا اما في معناتها توصل حتى لضربات الجزاء كما من بكري كنا نشاهدوا تقريبا في مباراه المنتخب المصري ومنتخب ساحل العاج الكوت ديفوار. بالتالي خالد يظهر لي معناتها اليوم معناتها الحقيقه يكون من الظلم انه نحكيو على انه ما فماش تركيز في ملاعبيه المنتخب ولا الاطار الفني، الناس كلهم يسون افيرتي معناتها يعرفوا مليح قيمه الدور هذا، انك انت باش تمشي للكاريداس تمشي للمربع الذهبي ربما يقرب اكثر ما يمكن الحلم نتاع الملاعبيه الكل. والنقطه الوحيده اللي خالد نحب ننهي بها لو تسمع هو انه بالحق معناتها خالد وقت اللي نحكيو مع الاطار الفني جلال القادري ولا منذر الكبير حتى كنت معاه في اتصال بالهاتف، هو موجود في دوالة وانا كنت نحكي معاه معناتها في بالتليفون، تركيز كبير، يحكيوا على الامبيونس، يحكيوا على قيمه يوسف المسيقي، على قيمه ليجوار كادر، على قيمه التعلق نتاعهم ببعضهم، على قيمه التعلق نتاعهم بالهدف نتاعهم. يبدو لي خالد انه اللاعبين نتاع المنتخب في الدوره هذه ماشيين ومركزين وعارفين شنو يحبوا بالضبط. ان شاء الله النتيجه تتبع، ان شاء الله الميدان اكيد يكون هو اللي اكد الكلام نتاعي وكلامهم هما، باعتبار انا ننقل فقط في صوتهم وكلامهم. في انتظار بطبيعه مازالوا فما حصه تدريبيه خالد غدوه وبعد غدوه، يعني مازلنا بعد شويه على امور التشكيله خاصه مع اكتمال النصاب تقريبا بنسبه كبيره في المجموعه اللي قاعده تتدرب على ذمه المدرب جلال القادري المدرب المساعد، وعلى مع معاين طبعا وبمتابعه المدرب الاول منذر الكبير في دواله اللي ناكدوا انه راه واقف على كل كبيره وصغيره وقاعد تقريبا يتابع في كل اخبار المنتخب بالتفاصيل وحتى بالتفاصيل الدقيقه، وهذا قاعد يوصلنا وقاعدين نتاكدوا منه من خلال الملاعبيه. قلت خالد انه تقريبا كل الاجواء الطيبه، اجواء بدا فيها برشا تركيز برشا رغبه على الفوز على منتخب بوركينا فاسو، حقيقه الميدان تقعد حقيقه اكيد نعرفوها كان بعد 90 ولا 120 نجموا نمشيوا حتى لضربات الجزاء. النقطه الثانيه المنتخب الوطني التونسي ايضا في الحصص التدريبيه نتاع البارح واليوم بدا يخدم على الكرات الثابته، فما عمل ايضا على ضربات الجزاء. تقريبا النقطه السلبيه اللي خرجنا منها من الدور الاول اذاعه ضربات الجزاء، ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون اخذ الدرس من خلال ربما النقطه هذه، وعلاش ليه ان شاء الله باش تكون فما معناتها تنجم تجينا ضربه جزاء ان شاء الله ضد منتخب بوركينا فاسو، واذا كان معناتها مشينا ل 120 المنتخب الوطني التونسي وقتها باش يكون مطالب انه يثبت بالحق انه ما عندوش مشكله مع ضربات الجزاء. يعطيك الصحه شاكر، وتاكد باش نهيوها في 90 ان شاء الله بحول العلي القدير، المنتخب التونسي باش يكون في السيمي فاينل ان شاء الله، هذه امنيات الشعب التونسي الكل، ومن بعد يعمل الله شكون باش يجي معنا السنغال او فريق اخر. يعطيك الصحه شاكر الكنزالي، كنت يعني تراسل فينا مباشره من مدينه قرواء فين يقيم المنتخب الوطني التونسي. انيس اجواء طيبه داخل حظيره المنتخب، ولكن اهم كلمه قالها شاكر انه المدرب الاول المنتخب قاعد يواكب في كل كبيره وصغيره رغم بعده يعني 1483 كيلومتر من دولاء الى قرواء. خلينا ناكد لك ثم نقطه وثم تصريح صار السي جلال القادري، قالوا اليوم انت ربان السفينه، وهذا باش نحكيوا على السي جلال القادري اللي هو صانع الواحد كان متواضع برشا، وكانت اجابته انه كان ثم تنسيق وربان السفينه في الوقت الحالي هو سي منذر الكبير واحنا نكملوا بعضنا. هذا ياكد السوليداريتي الكبيره للمنتخب، ياكد انه جلال القادري ما ركبش على الاحداث، ممنين بالجروب ممنين ببعضهم، غاب سي منذر عوضه سي جلال، يعني ثم تفاهم كبير ثم تناسق. هذه انديس تاكد لي انه المنتخب قاعد يعيش في عيشه باهي. لو بلوز امبورتون خالد كي تبدا عندك جروب سودي، رغم انه في التور الاول الناس الكل انتقدنا المنتخب التونسي بسلبياته، كنا وراه حاولنا نبلغوا النقد اللي يلزم يهزنا لقدام، ماهوش النقد الجراح اكيد النقد الفني، قبلت الملاعبيه لكن ثم رياكسيون صارت. نحب نقول للملاعبيه وميساج اليوم يفو بروندر لي شوز وسيريو، كيما حضرنا ماتش نيجيريا خاطر هو الكاليبر نتاع نيجيريا، انا نحب نقول للملاعبيه اليوم يلزمكم تحطوا في مخاخ وتحطوا لي كونديسيون فافورابل باش نربحوا منتخب بوركيني اللي راهو منتخب صعيب برشا. اكيد منتخب صعيب برشا، ولكن مش صعيب على التوانسه باش تحقق الانتصار. سي يوسف انت عشت مع المنتخب في 2017 وعينت المنتخب البوركيني عن قرب وقت ربحونا هدفين مقابل صفر. واليوم اكيد واكبت المنتخب البوركيني من خلال كان الكاميرون، شنو اللي تغير ما بين 2017 و 2022 في المنتخب البوركيني؟
هو ما تغير شيء، هو بالعكس معنا في المنتخب البوركيني قاعد في تصاعدي، معنا مردود تصاعدي اللي كونه اللاعبيه نتاعو عندهم لاعبيه اللي يلعب تراوي يلعب برتون تراوي في الانجلتير، في الانجلتير، وفما زاد ملاعب اخر وانبي على اصابته ممكن يكون غايب يوم السبت، ولو ممكن تكون حرب اعلاميه كذلك. اي لكن الفريق فريق محترم، فريق محترم جدا اللي كونه واحنا عندنا مع عده مقابلات سابقا، وخاصه انت جبت 2017 واحنا ما زلناش نفكروا فيها من ناحيه يعني نفكروا في الريفاليتي هذاك هو تو الغياب نتاعنا. لا ما نفكروش فيها من ناحيه رده معناها ريفانش في المقابلات هذه في كاس افريقيا مش نفس الفريق، لكن في الدور الثاني كل شيء يتغير. صح كل شيء يتغير، الفريق هذا بطبيعة الحال عنده اسلوب لعب اللي زاد كيف كيف يحب يسكر ويحب يعمل ردة الفعل، ردة الفعل دون لوسونس تكتيك كونتر اتاك بالامكانيات نتاع الملاعبين اللي قدام 17 و10. لكن الحالة اللي فيها من الشيء اللي مثلا كما المقابلة الأولى اللي لعب فيها عملنا عطاء هذا معناها زوز ضربات جزاء معناها مجانية، عنده تهور على نايفتي على مستوى الدفاع، على مستوى الدفاع متهور ما يعرفش كيفاش يتحكم في التمركز نتاعه اللي هو يفكر فيه، وهذا نقطة بالنسبة لنا تكون إيجابية. باش نرجع الكلام تاع أنيس بسرعة، اللي ما نظنش الشيء اللي عشناه في المقابلات التحضيرية الدور الأول، لا مش دور الأول التحضيرات، حتى في المقابلات اللي كملنا بها بارتيسيبا الكوب دي موند اللي هي مقابلة نتاع غينيا نتاع موريتانيا وغينيا، وبعدش جاتنا زامبي، وبعدش عشنا نفس السيناريو في كأس العربية مع سوريا. معناها هذايا الكل ما نظنش في الوضع اللي احنا فيه باش الملاعبية يتخلاو على هالتركيز اللي هو يتطلب احترام المنافس ويفكروا اكثر في المقابله، في وسط المقابله شنو يفكروا في المقابله، يكونوا على مستوى التنفيذ يكونوا برشا عندهم ريغور ويكونوا منضبطين لدرجه اللي ما فماش متعود، ما فماش متعود في المقابله شنو اللي باش تعمل وشنو هي الحاله اللي انت فيها، هيك هي اهم حاجه. نتصور الراحة اللي خذيناها هذه أول تخلي الملاعبين مرتاحين حتى على المستوى البدني. هذه أول مرة نعملوا سيكل نتاع اونترينمون عادي خمسة أيام، لكن الحالة اللي احنا فيها على مستوى الجاهزية نتاع الملاعبين هذه اللي تكون فيها القرارات اللي باش تكون فيها لازم تكون فيها أقل 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 غلطات، خاطر تنجم تخرج. اليوم فما ديلام سي يوسف كأنه اليوم باش تقاروا واحد القاعدة العامة تقول لك اون شونج با اون ايكيب كي غاني، احنا اون غاني هذيك اون ايكيب في نيجيريا اللي هي اون كيلكو سورت امبروفيزي، معناها فرضتها الاحداث والكورونا، معناها مش افيك دي شوا اللي كيما تحكي عليه توا قرارات ودي شوا اللي يعني. هو على خاطر معناها نهارتها لازم يكون موجودين هذوكم، لكن اليوم هذوما جوارات اللي هبطوا أبلاو البلاء الحسن، سوف كو نلعبوا كونتر نيجيريا بديسبوزيتيف مختلف ديفنسيف أكثر منه، معناها أن احنا عملنا اون استراتيجي نتاع فيها بوكو دو ريغور تكتيك، بوكو دو ريغور ديفنسيف، ما فيهاش برشا صرنا على اليوم احنا نحكي على الديفنس. إن شاء الله غدو يعمل تيست آخر ويخرج نيجاتيف ويكون موجود مع المجموعة نهار السبت، هذه المعلومة يقولوها لي. طالبي. سوف كو معناها غدو نهار السبت باش نقاروا احنا قدام ادفيرسير اللي احنا فافوري في البوزيسيون تاع اللي احنا مرشحين باش شفت الكلمه هذه كيما نقولوها في المباريات الكل يعني حتى المعلقين يقولوها حتى المحللين تقولوا على رواحكم في فرنسا في الكل برك يقول لك فلان فافوري اوتسايدر فافوري اوتسايدر ميم افون لا كومبيتيسيون ما واقع هذا في العالم الكل يلعبوا زوز ايكيبي ديما فما لا بوزيسيون تاع دو فافوري اللي عنده معناها افكتيف خير عنده امكانيات خير عنده ما تجيش تكون فافوري احنا بالنسبه للمباراه هذه حطينا فافوري. جهز في نفسه في انترفيو مع مدرب غامبيا توماس تانفيت اصبح وفي لقناه حنبعل، يبدو لي عايده سامحني نقص عليك هيثم يسمع فينا، نمشيو الفاصل الاشهري بعد نمشيو لهيثم الراجدي.